السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي القناة الموريتانية الثانية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم مرتقى الوصول إلى علم الأصول. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الفاضل محمد زول سعيد، أهلا بكم شيخنا. مرحبا. توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الناظم: ثم المجاز في لسان العربي يكون في المفرد والمركب وهو شبيه وهو بتشبيه وهو بتشبيه أو استعارة ومع زيادة ونقص تارة، وحيثما عبر بالمسبب عن سبب أو عكسه بالسبب أو اسم كل إن يكون قد أطلق لبعض أو عكس كذاك حقق إلى آخره. أهلا بكم شيخنا. قول الناظم: ثم المجاز في لسان العربي يكون في المفرد والمركب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إقرارا بسبغ نعمه، افتقارا إلى مزيد فضله ورحمته، اعترافا أن لا حول ولا قوة إلا به، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بيده الى يوم الدين. تبرأت من حوله وقوته واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. رسول الله معذرة اذا ما حروفي مسها شرر الظلام، فبعض من مرارة حلق شاك وبعض من ملوحة جرح دامي، وحال تلتضي منها الحنايا تشيب الحرف من قبل الفطام، وليت الشعر يسعفني ولكن يضيق الحرف من عظم المقام. عليك الله صلى يا سلاما ختام الروح يا مسك الختام. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم المجاز في لسان العربي يكون في المفرد والمركب. يعني أن المجاز في اللسان العربي تارة يكون في المفرد وتارة يكون في المركب. المركب، نعم. تارة يكون في المفرد مثل إطلاق الأسد على الإنسان. الأسد على الإنسان. نعم. كأن تقول كأن تسمي إنسانا بأسد للدلالة على شجاعته. شجاعته. نعم. وقد يكون في المركب، كما أن المجاز في اللسان العربي يكون في المفرد يكون كذلك في المركب. وذلك من قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فما ربحت تجارتهم. فما ربحت تجارتهم. الأصل ما ربحوا، لأن التجارة صفة للشخص وليست لتجارته. نعم. ومنه قوله: وشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة كر الغداة ومر العشي. وفي الحقيقة الذي أشاب الصغير وأفنى الكبير ليس كر الغداة وليس مر العشي، وإنما هو الله سبحانه وتعالى متصرف. نعم. المجاز يكون في المفرد ويكون في المركب، هذا هو تقرير معنى قول الناظم: ثم المجاز في لسان العربي يكون في المفرد والمركب. وبتشبيه أو استعارة ومع زيادة ونقص تارة. يعني أن المجاز يكون بالتشبيه، والمراد به التشبيه البليغ وهو ما حذفت فيه الأداة ووجه الشبه. وجه الشبه. كأن تقول: فلان أسد. سواء ذكر المشبه أو حذف، كقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. معناها هم صم بكم هم. وهذا شريا منه، على أن التشبيه البليغ من جنس المجاز، والمشهور عند البلاغيين أنه ليس منه. قال: ثم وهو بتشبيه، يعني أن من أنواع المجاز العقلي ما يسمى بالتشبيه، والمراد به التشبيه البليغي وهو ما حذفت فيه الأداة ووجه الشبه، كأن تقول: زيد أسد، أو حذف منه المشبه كقوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. استعارة. نعم. وقد يكون المجاز بالاستعارة وهو المجاز المبني على التشبيه، كقولك رأيت أسدا يرمي.
مجاز المبني يرمي. على الاستعارة كقولك رأيت أسدا يرمي. يرمي نعم. نعم. وما زيادتي يعني طبعا. أن من أنواع المجاز العقلي ما يسمى بمجاز الزيادة. مجاز الزيادة نعم. والزيادة عند البلاغيين إذا أتت فإنما تكون لمعنى نعم. وإذا وقع مثلها في القرآن فإنه لا يسمى بمجاز الزيادة تأدبا مع القرآن وإنما تسمى بالصلة تقوية المعنى. وذلك مثل قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قال ما منعك ألا تسجد. في سورة صاد ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. في سورة الأعراف ما منعك ألا تسجد. وفي سورة صاد ما منعك أن تسجد. يعني ففي سورة الأعراف هناك لا بين أن وما منعك بين أن والفعل المضارع. وفي سورة صاد ما منعك أن تسجد. فإنه من الأدب مع القرآن أن لا هنا إنما تسمى بالصلة فقط وهي تأتي للتأكيد. فليس في سورة صاد نقص لأنها لم تكن فيها لا. وليس في سورة الأعراف حشو لأن القرآن ليس فيه حشو. تواتر السبع عليه أجمعوا وليس في القرآن حشو يقع ولم يكن في القرآن حشو يقع. نعم. فالمجاز بالزيادة يقع. فإذا كان المجاز في القرآن بالزيادة فإنه لا يعبر عنها بالزيادة وإنما يعبر عنها بالصلة تأدبا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. ونقص ترى. وكذلك يقع المجاز بالنقص كقول الله تبارك وتعالى واسأل القرية أنا واسأل أهل القرية. وقوله تبارك وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل. فالعجل لا يشرب وإنما أشربوا في قلوبهم حب العجل. أشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل لأن العجل لا يشرب. وهذا إضمار. والحذف في القرآن كثير تارة يكون حذف مفرد وتارة يكون حذف جملة وتارة يكون حذف جمل. فمن حذف المفرد وأشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل. واسأل القرية أي واسأل أهل القرية. ومن حذف الجملة قول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المعنى فحلق ففدية لأن مجرد المرض لا يوجب الفدية. ولأن الإمام خليل رحمه الله تعالى ذكر ما تجب فيه الفدية فقال والفدية فيما يترفه فيه أو يزيل أذى كقص الشارب. ومن المعلوم أن مجرد المرض لا تجب به الفدية. ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة كذلك فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمعنى فأفطر. أفطر. والمعنى فأفطر. فأفطر فإذا لأن مجرد المرض أو مجرد السفر لا يوجب القضاء. وأما حذف الجمل فكقول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف ألا أنبئكم بتأويله فأرسلوني يوسف أيها الصديق. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني فأرسلوه فجاءه فقال يا يوسف فأرسلوني معناه فأرسلوه فجاءه فقال يا يوسف. هنا حذفت ثلاث جمل لكن السياق يدل عليها والسياق كذلك يدل عليها في آيتي البقرة في حذف الجملة. لذلك قال فأرسلون يوسف فأرسلوه فجاءه فقال يا يوسف, يوسف أيها الصديق وافتنا في سبي بقرة سيماني. جعل يوسف منادى. نعم. أحسنت شيخنا الفاضل. وحيثما عبر بالمسبب عن سبب أو عكسه بالسبب أو اسم كل إن يكون قد أطلق لبعض أو عكس كذاك حقيقة. نعم. لما أن الناظم رحمه الله تعالى الكلام على المجاز العقلي أتبعه بالكلام على المجاز المرسلي. المرسل. نعم. والمجاز المرسل هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة. المجاز العقلي علاقته المشابهة. مشابهة. وبينا بأنه يكون في التشبيه ويكون في الاستعارة
ويكون بالنقص ويكون بالزيادة. وأما المجاز الذي علاقته غير المشابهة فهو المسمى بالمجاز المرسل وعلاقته كثيرة، وسيذكر الناظم منها نماذج. قال: وحينما عبر بالمسبب عن سبب، يعني أن من علاقات المجاز المرسل التعبير بالمسبب عن السبب، عن السبب. وذلك كقول الله تبارك وتعالى: وينزل لكم من السماء رزقا. فالرزق لا يأتي مباشرة من السماء، وإنما يأتي ماء تنبت من الأرض فيزرع منه الناس فيحصل بذلك الزرع رزق، ويحصل كذلك بالنبات رزق بأن تأكل من الحيوانات فيحلب من الناس الألبان فيشربون منها ويتقوتون منها. يعني أن من علاقات المجاز المرسل التعبير بالمسبب عن السبب، وحيثما عبر بالمسبب عن سبب أو عكسه بالسبب. وكذلك من علاقات المجاز المرسل التعبير بالسبب عن المسبب كقول الشاعر: أكلت دما إلا ما روك بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر. وهذا البيت طبعا له قصة يرويها أهل الأدب، بأن أعرابيا أقام مدة من الزمن مع امرأة فلم تلائمه ولم توافقه، فتمنى موتها فلم يحصل له ذلك، فقيل له بأن حماد دمشق سريعة في قتل النساء، فذهب بها إلى دمشق وقال: دمشق خذيها واعلمي أن ليلة تمر بعودي نعشها ليلة القدر، أكلت دما إن لم أروك بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر، أما لك عمر إنما أنت ضرة، إنما أنت حية، إذا هي لم تمت تعيش آخر الدهر زماننا حولا، لا أبالك ساعة، لا أبالك ساعة، لأنك في الدنيا لباقية العمر. يعني هذا تشكل، والمثال من هذا قوله: أكلت دما إن لم أروك بضرة. فحيث فعبر عن الدية بالدم، حيث يدعو على نفسه بأن لم يروا أن يفزع هذه المرة بضرة وهي زوجة، لأن أكثر ما يخيف المرأة هو زوجة أخرى. قال بأنه يدعو على نفسه بأن يقتل إنسانا فتحصل منه دية، فعبر بالسبب عن المسبب وهو الدية، فعبر بالدم عن الدية، فعبر بالمسبب، فعبر بالسبب عن المسبب. نعم. وحيث ما عبر بالمسبب عن سبب أو عكسه بالسبب. نعم. أو اسم كل إن يكون قد أطلق لبعض أو عكس كذاك حقيقة. كذلك من علاقات المجاز المرسل التعبير بالكل عن البعض، وذلك كقول الله تبارك وتعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم. ومن المعلوم أن المراد إنما هو الأنملة فقط، فالأصبع لا يمكن أن يدخل في الأذن كله، وإنما تدخل الأنملة فقط. فعبر بالجزء عن الكل، أو اسم كل إن يكون قد أطلق لبعض. نعم. أو عكس كذلك من علاقات المجاز المرسل التعبير بالبعض عن الكل، وذلك كقول الله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة. والرقبة إنما هي جزء من العبد، فعبر عن الجزء باسم الكل، فعبر عن البعض بالكل. أو اسم ما مضى وما يستقبل، ومثل ذا المعنى بوصف يحصل. يعني أن من علاقات المجاز المرسل التعبير بالماضي كقول الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى، أي الذين كانوا يتامى. ومن المعلوم أن اليتيم إذا صار بالغا فإنه لا يسمى يتيما، لكن يشترط في هذا أن لا يوقع في اللبس، فإذا وقع في اللبس فإنه لا يمكن أن يسمى الشخص باسم ما مضى، فلا يمكن أن يسمى الشخص المسلم كافرا بسبب أنه سبق أن كان كافرا، ولا يمكن أن يسمى الشيخ باسم الطفل بسبب أنه مرت عليه طفولة. فمن شرط التعبير بالماضي عن الإنسان عن الشيء أن لا يقع في اللبس، فإذا وقع في اللبس فإنه لا يمكن أن يتقع عليه. فقول الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى، أي الذين كانوا يتامى بحكم أنهم كانوا يتامى في الزمن الماضي، لكن البالغ لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يطلق عليه اليتم، لأن الإنسان إذا صار بالغا لم يعد يتيم، وليته من جهة الأبي. نعم.
ومثل ذا المعنى بوصف يحصل أو اسم ما ومثل جرى. ذا المعنى أو اسم ما مضى وما يستقبل. نعم. كذلك من علاقات المجاز المصدر تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه، كقول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، لأن الوصف في الحقيقة لا يمكن أن يطلق على الإنسان إلا في حال التلبس، لا يمكن أن يكون حقيقة على الإنسان إلا في حال التلبس به. فإطلاق الوصف على الإنسان بالماضي أو باعتبار ما سيؤول إليه هذا مجاز، فالوصف إنما يكون حقيقة على الإنسان في حال التلبس. فالميت مثلا إذا كان ميتا، إطلاق الموت عليه هذا من باب الحقيقة، أما إطلاق الميت على الإنسان الحي فهذا من باب المجاز لأنه سيموت في المستقبل. جعل ما سيقع كالواقع. نعم، جعل ما سيقع كالواقع هذا من باب المجاز فقط، لأن الوصف إطلاق الوصف على الشخص إنما يكون حقيقة عليه في حال التلبس، أما إطلاقه عليه في غير حالة التلبس فهذا من باب المجاز فقط. ومثل المعنى كذلك الوصف إطلاقه على الشخص باعتبار ما يؤول إليه أو باعتبار ما آل إليه، كقول الله تبارك وتعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن الإنسان لا يأتي يوم القيامة مجرما لكنه كان مجرما باعتبار ما كان عليه. كان عليه. نعم. وكذلك اعتبار ما سيؤول إليه، يقول الله تبارك وتعالى وإن الدين لواقع، معناه واقع في المستقبل. فإطلاق الوصف على الشخص باعتبار ما مضى منه أو باعتبار ما آل إليه أو باعتبار ما سيؤول إليه هذا من باب المجاز، أما إطلاق الوصف على الشخص في حال التلبس فهو حقيقة عليه، وإطلاقه عليه في غير حالة التلبس بصفة الماضي أو صفة المستقبل فهذا من باب المجاز. أو اسم ما جاور للمشاور وقص. كذلك من علاقات المجاز المرسل إطلاق اسم المجاور للمجاور كإطلاق الراوية على المزادة، فكونك تطلق على الراوية على المجاز على المزادة هذا من باب مجاورة المجاز المرسل. مجاز المرسل إطلاق الراوية على المزادة، فالمزادة والقربة إطلاق عليها الراوية هذا من باب المجاز المرسل أو اسم ما جاور للمجاور. نعم. وقس على ذلك وقس على ذلك ما أشبه من علاقات المجاز المرسل الكثيرة، فعلاقات المجاز المرسل كثيرة ومنها تسمية الشيء باسم ضده كتسمية اللديغ سليما، وتسمية الشيء باسم آلته كقول الله تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، والمراد باللسان الصدق أي الثناء الحسن. الثناء الحسن. أو اسم ما مضى وما يستقبل ومثل ذا المعنى بوصف يحصل، يعني أن من علاقات المجاز المرسل تسمية الشيء باسم ما كان عليه كقول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى أي الذين كانوا يتامى، باعتبار أنهم كانوا يتامى لأن الشخص إذا كان بالغا لا يسمى يتيما، لم يعد يتيما. أو اسم ما مضى، يعني أن من علاقات المجاز المرسل تسمية الشيء باسم ما كان عليه، أو ما يستقبل كذلك من علاقات المجاز المرسل تسمية الشيء باسم ما سيؤول إليه كقول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، فالموت صفة سيتصف عليه، والوصف إنما يكون حقيقة على الشيء في حالة التلبس به، فإطلاق الوصف باعتبار ما كان عليه أو باعتبار ما سيؤول إليه هذا من باب المجاز، هذا من باب المجاز. فقوله تعالى وابتلوا اليتامى أي الذين كانوا يتامى، كانوا يتامى إنك ميت وإنما كذلك قوله تعالى إنك ميت هذا من باب المجاز المرسل، وهو التعبير عن الشيء باسم ما سيؤول إليه. نعم. ما سيقع باعتباره واقعا. نعم. إنك ميت. نعم. جميل جدا. ومثل المعنى بوصف يحصل. ومثل المعنى بوصف يحصل، أي كذلك إطلاق الوصف باعتبار الماضي أو باعتبار المستقبل، باعتبار الماضي كقوله تعالى إنه من يأتي ربه مجرما، مجرما فالشخص لا يكون يوم القيامة مجرما، لا يأتي يوم القيامة، وإنما كان مجرما في الماضي، في الماضي أو باعتبار المستقبل كقوله تعالى وإن الدين لواقع أي واقع في المستقبل، في المستقبل. فلذلك إطلاق الوصف على الشخص باعتبار ما مضى أو باعتبار ما سيؤول هذا من باب المجاز،
والوصف إنما يكون حقيقة على الشخص في حالة التلبس، فإطلاقه كما بينا باسم الماضي أو باسم المستقبل هذا من باب المجاز المرسل. نعم. أو اسم ما جاور للمجاور. كذلك من علاقة المجاز المرسل تسمية الشيء باسم مجاوره، باسم مجاوره كإطلاق الراوية على المزادة. كإطلاق الراوية على المزادة مثلا. فإطلاق الراوية على المزادة هذا من باب مجاز المرسل. من باب المرسل. وقيس على ذلك بوصف، يعني أنك قيس على هذا ما أشبهه من علاقات المجاز المرسل الكثيرة، ومنها تسمية الشيء باسم ضده كتسمية اللذيغ سليما، وتسمية الصحراء البعيدة بالمفازة، ومنه كذلك قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخر، أي ثناء أي تسمية الشيء باسم آلته. اسم آلته. نعم. ثناء الحسن في يعني ثناء الحسن في المستقبل. في المستقبل يبقى يعني ولفظ المجاز والحقيقة كذا اشتراك تتبع الطريقة. هذا هو المجاز والحقيقة. يعني أن اللفظ الذي يحتمل المجاز ويحتمل الحقيقة وقع فيه الخلاف كما وقع في الاشتراك. فمن أجاز إطلاق الاشتراك على جميع معانيه أجاز إطلاق اللفظ على الحقيقة وعلى المجاز. وعلى هذا قول الله تبارك وتعالى وافعلوا الخير. فمن أجاز إطلاقه قال وافعلوا الخير، افعلوا تدل على الوجوب. فالواجب فإطلاقها على الواجب من باب الحقيقة، وأما في المندوبات فمن باب المجاز. باب المجاز. أحسنت يا شيخ. ومن منعه في الاشتراك منعه كذلك في الحقيقة والمجاز. واللفظ ذو المجاز والحقيقة كالاشتراك فاتبع طريقة، أي كما أن الخلاف الواقع في الاشتراك هل يجوز إطلاقه على جميع معانيه أو لا، فكذلك هل يجوز إطلاق اللفظ على معانيه باعتبار الحقيقة وباعتبار المجاز أم لا. فالخلاف الواقع في الاشتراك واقع كذلك في المجاز، واقع كذلك في الحقيقة والمجاز. والمجاز. شكرا لكم شيخنا الفاضل. إلى هنا مشاهدي الكرام تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم مرتقى الوصول إلى علم الأصول. يسلمكم جميعا، نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ محمد فالو سعيد، وإلى أن ينضمنا وإياكم لقاء آخر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي القناة الموريتانية الثانية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم نفحات من السيرة النبوية. أهلا وسهلا بكم. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ سيدي محمد أبو محمد. أهلا بكم شيخنا. مشاهدي الكرام، في الحلقات الماضية تحدثنا عن السيرة النبوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن بعثته صلى الله عليه وسلم بذات الدعوة، والآن نصل إلى بناء الكعبة وما صاحب ذلك من مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم وأول من بناء الكعبة، وكذلك إلى تحنث النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء والبشارات به صلى الله عليه وسلم، وكذا البعثة أيضا والدعوة السرية إلى غير ذلك من إن شاء الله الأمور المهمة في السيرة النبوية. أهلا بكم شيخنا مرة أخرى. أهلا بكم شيخنا الفاضل. بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. انتهى بنا الحديث في الحصة الماضية إلى موضوع تجديد بناء الكعبة. نعم.
السؤال الذي يطرحه نفسه الكعبة، من أول من بنى الكعبة؟ نعم. الذي نتحدث عنه الآن هو تجديد وليس بناء. نعم، سنعرف الأسباب الداعية إلى تجديد بناء الكعبة وإلى سير الأحداث وإعراض قريش عن 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 بناء الكعبة، حجامهم عن ذلك خشية أن يصابوا بعقاب، لأنهم يعرفون أنه ما مدت يد إلى الكعبة إلا بالهدم أو شيء من هذا القبيل إلا وعوقبت على ذلك. لكن قبل ذلك أود أن أشير إلى أن متى بنيت الكعبة؟ أول ما بنيت أبو ذر الخشني كما في صحيح البخاري سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المساجد أول؟ قال بيت الله الحرام. قال ثم أي أول؟ معناها ما يليه؟ قال مسجد الأقصى. كم كان؟ قال كم كان بينهما؟ 40 سنة. وهذا الحديث مهم جدا لأنه يقدم لنا صورة حية عن أن على أن مسجد الحرام بني قبل بناء إبراهيم، وكذلك بيت المقدس أيضا بني قبل داود وسليمان. نعم، لأنه المسافة بين داود وسليمان وإسماعيل عليه السلام هي حوالي 1800 وحوالي 50 سنة طبعاً. من السنوات، فعلى ذلك يستحيل أن يكون هم البناة الأول للبيت للمسجد الأقصى، ويستحيل كذلك أن يكون إبراهيم وإسماعيل عليه السلام هم البناة الأول لمسجد الحرام الكامل. طيب، وبناء الكعبة هل بنته الملائكة أم آدم أم شئت؟ كل ذلك أقوال ذكرتها مصادر المختصة القديمة المتعلقة بذلك. وعلى أي فإن السيل العارم الذي جاء في زمن نوح طوفان العام اجتحف كل ما في الأرض. ثم لما كان فترة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت رحم الله مكانه، فبدأوا البناء من جديد. نعم، حتى أكملوا البيت. نعم، ثم جاءت قبيلة جرهم وسكنت مكة وأقامت شعائر الحج، وكذلك خزاعة من بعدهم بمعية أولاد إسماعيل. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، وقع تصدع في جدران الكعبة. وقع تصدع في جدران الكعبة، أسباب بعض المصادر تذكر أن سبب هذا التصدع الذي وقع لجدران الكعبة كادت تسقط معه أن امرأة كانت تقوم بتجمير الكعبة فتطاير بعض ألسنة الذهب على الكعبة. الكعبة عبارة عن طين وحجارة وخشب وجذوع وما إلى ذلك. نعم، فبالتالي تصدعت احترقت جذوع وكذلك الأعمدة التي في الكعبة فكادت تسقط الكعبة. الأمر الآخر، رواية أخرى تقول، والروايتان قد تجمعان في بعض المصادر، لأن سيلا جاء لمكة فدخل الكعبة فكادت تسقط بسبب هذا السيل لأنه أحدث فيها تصدعات في جدار الكعبة. طيب، الأمر حدا بقريش إلى الاجتماع وإلى التفكير في بناء في تجديد الكعبة كي لا تتهاوى وتسقط حفاظا على مكانتها ولشعورهم بمسؤوليتهم عن الكعبة. فهم القائمون على مكة وعلى شؤونها الدينية. نعم، واجتماعهم هذا كان مستفيضا ونقشت فيه عديد الخيارات، ولذلك اشترطوا أن لأن الكعبة يحتاج إلى عمال، وأهل مكة ليسوا أهل حرف وأهل صناعة عكس جنوب الجزيرة العربية اللي هم أهل اليمن، لأن معروف عن أهل مكة انكبابهم فقط على التجارة والرعي وما إلى ذلك، عكس أهل اليمني المشتغلين بأنواع الحرف والصنع صنع. نعم، حتى أنهم يعجرونهم أنهم القوم ما بين يعجرون أهل العرب الشمالي ويعجرون أهل اليمني بأنهم ما بين دابغ جلد، ما بين ناس جبرد ودابغ جلد، بينما يعجرهم أهل اليمن بانكبابهم على تجارة والرعي وانصرافهم عن الحرف المهمة. طيب، ولذلك اجتمعوا ومما قرروا أن يجمعوا ثروة لبناء مالا لبناء الكعبة، واشترطوا أن يكون هذا المال كله حلال، أن لا تدخله شائبة من بيع حرام أو من نكاح فاسد أو من ربا ما إلى ذلك كله. نعم،
كل شيء فيه شائبة من ربا ومستبعد من أن يقدم لبناء الكعبة. وهو ما جعل الضنانة مادية تحول بينهم وبين البناء على قواعد إبراهيم حيث تركوا جزءا منها. كذلك يتطلب البناء النقطة الثانية للهدم، لأنه لكي تبني لا بد أن تهدم، لا يمكن أن تبني على على جدر فيها كسور وفيها تصدع، لذلك لا بد من الهدم لكي تصل إلى مكان مكمن الخلل وتعالجه. فتهيبوا ذلك، تهيبوا الهدم، أمسكوا أيديهم عن الهدم. لكن الوليد بن المغيرة المخزومي غدا يهدم بمفرده وأمسى دون أن يصيبه شيء، فلما أصبح يوم الموالي دون أن يصيبه شيء عرفوا هذه مسائل أمارات، يعرفون أن الله قد رضي أو على أنهم على الأقل الذي يقومون به هو سليم، ما غدا دون أن يصيبه شيء، بات دون أن يصيبه شيء، وجاء اليوم الموالي دون أن يصيبه شيء، غدوا معه إلى الهدم. كذلك نعم حتى وصلوا إلى القواعد سيبدأون البناء، بطبيعة الحال هم لا يعرفون البناء، بالتالي في واحد قالوا باق رومي هو الذي قام تولى البناء بنفسه، وكانوا يمدونه بالحجارة وبالأخشاب. الحجارة كان النبي صلى الله عليه وسلم اشترك في نقلها، في نقلها، وكان معه عمه العباس. والمصادر السيرة النبوية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من العباس أراد خلع ردائه ليضعه على عاتقه كي لا تؤثر الحجارة التي يقوم بنقلها في عاتقه، فلما أمره العباس بذلك وهم بذلك نهاه ناهي لا يراه، وهذه من أمارة من أمارات النبي صلى الله عليه وسلم، ويرهاص من الهواتف التي كانت تأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم لتوجيهه، كأن الله هيأ له ذلك موجه من هذه الهواتف. نعم طيب. كذلك يتطلب الخشب، مكة معروف عنها منطقة ليست منطقة خشبية ولا حتى زراعية، بالتالي فيه تعطلت سفينة، تعطلت سفينة على البحر الأحمر غرب مكة، بالتالي أتوا بالأخشاب منها فوضعوها أعمدة للكعبة. إذا استمر البناء، لما اكتمل البناء وبقي مسألة وضع الحجر الأسود، وقع الخلاف، وقع الخلاف بين أهل مكة. نعم وقع الخلاف بين أهل مكة، فكل مجموعة من ساكنة مكة على الأقل إذا لم يكن هو غير قابل للقسمة من الناحية المادية من وجهة تصورهم كما أو كما يبدو للوهلة الأولى. نعم نعم. ولكن كل مجموعة من قريش إذا لم تخصها قريش أن ترفع الحجر الأسود فإنها هي الأخرى لن تترك أي فصيل آخر أو مجموعة أخرى من قريش ترفعه لتضعه في مكانه، فإن ذلك سيكون منقبة لهذه المجموعة على حساب تلك. إذن هو غير قابل للقسمة من ناحية النظرية. نعم ولذلك توقف البناء، يعني تدافعوا شرف رفع الحجر. نعم على الأقل لا ليس منهم أحد يريد أن يثير الآخر بأن يضع الحجر الأسود مكانه. نعم. ووقع الخصام بينهم فتوقف البناء. نعم. نعم حتى كادوا أن يحسبوا المسألة بالسلاح نعم يحسبوا بينهم بالسلاح. نعم. في تحالفات داخل قريش. نعم. قد تفضي هذه التحالفات إلى أن تقع أيضا صدامات أخرى بين التحالفات داخلها لو حسمت الأمر. نعم. إذا مسألة تتعلق بالشرف بالنسبة لهم وبالمكانة. نعم. نعم. فلما توقف البناء لليالي معدودة هيأ الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج لبعض شأنه، فأبو أمية بن المغيرة والد أم سلمة نعم رضي الله عنها أم المؤمنين أم سلمة قال لقريش، خاطب من حضر من مختلف قريش أنه يقترح عليهم أن يحكموا أي داخل عليهم من باب الصفا، أول داخل. نعم أول من يطلع من باب الصلاة يحكمه okay. يحسب نعم يكلفوه بحسم لهذه القضية والحال الذي يأتي به يرضون به. تعاقدوا سكتوا لم يجيبوا أحد نعم ولم يعارض أحدا تلك المسألة لكن وشاء شاء الله تبارك وتعالى أن يدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل عليهم قالوا هذا الأمين رضينا. الأمانة صفة محمودة في النبي صلى الله عليه وسلم. الأمانة صفة محمودة في النبي صلى الله عليه وسلم جبله الله عليها. نعم. متصل عرف به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وسأدللك قبل أن واصل في هذه المسألة، هل تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم المهام التي ترك لها علي بن أبي طالب حين أراد الهجرة
ليس أن يغطي عليه فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيوهم المتربصين بالباب من مختلف بطون قريش حوالي 18 أو يزيدون على أن النبي صلى الله عليه وسلم نام مكانهم، ليس هذا فحسب، بل لأن مشركي قريش لديهم ودائع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد من علي بن أبي طالب بعد أن تستسب الأمور أن يتصل برجالات قريش الذين أودعوا أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمها يسلم لهم علي بن أبي طالب تلك الأمانات. إذن هم لا يشكون في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في صدقه. نعم. إذا طيب فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قمة الأخلاق والأمان حتى مع العدو. نعم، هذه صفة الأمانة صفة محمودة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أغلب قريش نعم يقدر للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمانة. وهذا شاهدناه أيضا في حصار الشعب، وجدنا من بين من حوصر وناس ليسوا بمسلمين لكنهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاقية والصفات التي جبله الله عليها من أمانة ومن واستقامة كذلك، كلها حببت هؤلاء القرش فرضوا أن يعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يكتب لهم الله أن يدخلوا الإسلام. إذن لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم داخل وكان أول داخل عليهم قال كلهم قال رضينا هذا الأمين، فعرضوا عليه ما اتفقوا عليه في غياب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص بها بني هاشم ولم يخص بها قريش بني عبد مناف، إنما طلب رداء كبير. نعم، فبسط فوضع الحجر في وسطه، فطلب من كل مجموعة من قريش أن تقدم من ينوب عنها، تختار من ينوب عنها. نعم، فأخذ بطرف من هذا الثوب فرفعوه إلى موضعه فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين، فانتهت المشكلة. إذن ماذا نستفيد من هذه المسألة؟ نستفاد منها أن الكعبة مكان مقدس يتنافس حتى المشركون في خدمته ويبذلون الغالي والنفيس في صيانته، ويتأففون أن يخص أحد منهم يخص أحدهم خدمته بغيره. نعم، وهم مستعدون كذلك لسفك الدماء لكي يحصلوا على مرتبة أو مكانة من الكعبة، لا يتنازلون عن أي جزئية منها. كذلك أن طريقة الحل التي ألهمها الله لنبيه كانت طريقة عادلة رضي بها الجميع، حقن الدماء كانت ستسيل في مكة، الله أعلم متى ستنتهي. صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كان عن بناء كعبة. نعم، تجديد بناء الكعبة. وقد تم وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، حدود سنة 605 للميلاد، خمس سنوات قبل البعثة. وقبل ذلك وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هذا كان بناء أول. نعم، هذا يتعلق بالبشارات، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه بشارة عيسى وموسى، وأنه كذلك استجاب لدعوة إبراهيم وإسماعيل حين كان يرفعان الحجرة يرفعان القواعد، ومن دعائهم ربنا وابعثهم رسولا منهم. نعم، هذا يتعلق بهذا. أي نعم. نعم، إذن هذا كان عن الكعبة. ولو تحدث شيخنا عن الجانب الآخر هو تحنث النبي صلى الله عليه وسلم في ظل الحرام. التحنث والبشارات. البشارات. نعم. أيهم نقدم؟ التحنث. التحنث. التحنث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث، معناها الانقطاع والتعبد. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ لا يعرف بالتحديد متى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحنث، لكن بعض المصادر تشير إلى أنهم في ثلاث سنوات التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمر على هذا التحنث، معناها يعتزل يذهب يأخذ السويقة وهو الشعير يقلى ويطحن، ويأخذ الماء فيذهب إلى جبال مكة خاصة جبل حراء فيقيم فيه الشهر أو أقل منه، ثم لما ينتهي الزاد يعود إلى مكة إلى بيته، ثم بعد ذلك يعود لمثلها مرة أخرى. نعم، حبب إليه الخلاء. نعم، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يطعم من يمر به ويسقيهم من الرعاة ومن عابر السبيل، وكذلك يتأمل في ملكوت الله، وكذلك ينظر إلى الكعبة ونظر الكعبة عبادة، وكذلك يعتزل ما فيه هذا المجتمع المليء بالمفاسد. وقد ذكر العلماء أنه ينبغي على المسلم
أن يخصص جزءا دقائق من ساعته أو ساعة من يومه أو يوما من شهره أو شهرا من سنته للانقطاع عن هذه الدنيا التي أسست الناس كل شيء وشغلتهم نعم ليتأملوا في ملكوت الله وليعتزلوا هذا المجتمع الذي هو مليء بالمفاسد. هذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ظل على ذلك حتى رمضان من لما كان عمره 40 سنة جاءه جبريل يقرأ بسورة اقرأ. نعم. سورة اقرأ بأوائل سورة اقرأ. هذا هو التحنث. أما ما يتعلق بالبشارات فما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء. كل نبي أخذ على من بعث إليهم أنهم إذا أدركهم النبي آخر الزمان محمد وحدد لهم صفاته وأماراته عهد إليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه وينصروه. نعم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو استجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل وبشارة الأنبياء. لقد نعم في الإنجيل ورد نصان صريحان في نعم. وقال عيسى بن مريم بني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدق لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. كذلك صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل نعم كما في حديث الذي في مسلم من الصحيح في صحيح مسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا هذا عبد الله بن عمرو العاص حديث عبد الله إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق نعم ولن يكون منهم ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ولا يدفع السيئة بالسيئة نعم حديث طويل جدا كذلك قد وبخ الله عرب الجزيرة على عدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم مذكور عندهم في التوراة والإنجيل وعلى أن علاقتهم باليهودي اليهود أخبروهم بنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يكون لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وإنه لفي زبر الأولين أول ما يكون لهم آية إذا وبخ الله العرب على عدم إيمانهم مع أن أصدقائهم اليهود أخبروهم بأنه نبي آخر الزمان وبأماراته هذا من البشارات كذلك ما يتعلق بهواتف الجن كل مرة يهتف جن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخبر عن بعض أماراته وعن اقتراب زمانه ومعرف عن اليهودي عنه ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال طلع نجم أحمد إلى نعم وقد فصل هذه البشارات وفصلت هذه البشارات في كتاب في كتب السيرة النبوية عامة لكن في كتاب خاص اسمه خير البشر بخير البشر صلى الله عليه وسلم لابن ظفر الصقل كتاب مطبوع هذا الكتاب مهم جدا وهو متخصص في بشارات النبي صلى الله عليه وسلم يضاف إلى ذلك ما ذكره أبو سعيد الخركوشي المنسبوري في كتابه شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم كل هذه فصلت بشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه كل نبي عهد إلى من جاء بعده أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه وينصره لقد كان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس دليل على أنه يسع أتباع الأنبياء كما يزعمون يسعهم ما يسع أنبياءهم فإن اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الأنبياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم اعتراف له بالإمامة وبالقيادة وبالريادة بالتالي إذا كانوا يتبعون هذا النبي أو ذاك ينبغي أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تسميل وتحد اسمه محمد يعني مبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد أحمد ومحمد أحمد في آية أخرى محمد رسول الله محمد رسول الله كيف كان تسميته لما أراد عمه أن يسميه محمد هذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا حتى صاحب الهراوة يقولون الفارق اليوم كل هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحمد أو محمد هكذا وردت في مصادر السيرة النبوية وفي التوراة وفي الإنجيل في بعض المصادر السيرة أن أما إنجيل برنابا مثلا إنجيل برنابا هذا اللي تبعته الكنيسة مهارتقا هو فيه هو أحدث هزة في المجتمع المسيحي اللي فيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام ودعوة إلى اتباعه واعتراف به صلى الله عليه وسلم بالتالي اعتبرته الكنيسة هذا الرجل مهارته
لذلك عمه قال رجوت أن يحمد في الأرض. نعم، لما سئل عن ذلك ثم بعض المصادر تذكر على أن على أن على أن عبد المطلب اللي هو شيبة الحمد إنه مثلا إنه كان يعلم أن نبي آخر الزمان اسمه محمد، ولكن بعض المصادر تضرب الذكر صفحا عن ذلك، ومع ذلك عبد المطلب فسر ذلك أنه رجاء أن يحمده في الأرض وفي السماء، يكون محمودا في الأرض محمودا في السماء. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. صلى الإله من يحف بأرشه والطيبون على المبارك أحمدي، فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأبهى ذمة من محمدي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إلى هنا مشاهدي الكرام تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم نفحات من السيرة النبوية، لأن يضمنا وإياكم لقاء آخر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.